أهلا وسهلا بكم وأهلا بضيوف الكرام الأستاذ عقل الباهلي والأستاذ محمد بن ترجم والأستاذ عبد الله العتيبي والأستاذ زميلنا اللي جاي اليوم تكلفه تعبان وله الشكر الأستاذ سلطان البازعي إلى موضوعنا التالي. دخلت قضية مقتل جمال خاشقجي التي شغلت الرأي العام المحلي والدولي في منعطف جديد بعدما أعلنت النيابة العامة السعودية منتصف الأسبوع الماضي عن صدور أحكام ابتدائية بالقصاص لخمسة أشخاص والسجن لثلاثة آخرين تورطوا في الجريمة. وكشف وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان في مؤتمر صحفي عقده في الرياض أن إجراءات التقاضي في المحكمة الجزائية والتي تمت في تسعة جلسات وجلسة عاشرة للإعلان عن الحكم شهدت حضور أبناء المجني عليه ومحاميهم وممثلي سفارات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وكذلك ممثل عن دولة تركيا وممثل عن هيئة حقوق الإنسان. وأوضح الشلعان أن التحقيقات شملت جميع المشتبه بهم والبالغ عددهم 31 شخصا حيث تم إيقاف 21 شخصا منهم واستجواب 10 آخرين من دون إيقافهم لعدم وجود ما يستوجب ذلك، مبينا أن التحقيقات نتج عنها توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض. وشدد الشلعان على أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل لدى المتهمين، مؤكدا أن الأحكام بحقهم لا تزال ابتدائية وليست قطعية وأن المتهمين ومحاميهم يحق لهم الطعن فيها من أجل الاستئناف. وشهد إعلان النتائج ردود أفعال مختلفة كان أبرزها تعليقات صلاح ابن جمال خاشقجي على حسابه في تويتر والذي أكد فيها الثقة في القضاء السعودي بكافة مستوياته. أي محمد، كيف شايف في المجمل يعني تعامل السلطات السعودية مع قضية جمال خاشقجي؟ التعامل يعني كان بكل شفافية ووضوح. المملكة العربية السعودية من ما أعلن القضية، قضية يعني التوصل إلى المسؤولين وتقديمهم للمحاكمة وكل شيء في المملكة كان يتم بشكل علني وإجراءات علنية ومحاكمة علنية، بل أن المملكة كانت تطالب الجانب التركي بتزويدهم ببعض الأدلة بعض هذا وما كان في استجابة من الجانب. يعني القضية ليست قضية خاشقجي، هي كانت شماعة يستعملها البعض فقط للمساس بالمملكة، لكن المملكة الحمد لله كما عهدها الجميع اللي يحبها واللي يكرهها أنها الإجراءات فيها تتم بكل شفافية بكل وضوح حسب الأنظمة، قضاء مستقل كان بحضور زي ما ذكرت في التقرير بحضور ممثلين عن الدول وحتى ممثلين حتى من الكويت التركي التركي واهل اهل فاذا اهل اهل يعني المجني عليه هم يعني راضين وقابلين بهذا، ليش بعض ليش المزايدة ليش المزايدة على هذا الموضوع؟ صحيح صحيح. عبد الله انت كيف شايف بالفعل محاولات البعض المحاولات البغيضة في تشويه صورة المملكة عبر استغلال هذه الأحداث؟ يعني أو خليني أصير واضح بهذا، متى تتوقع ينتهي قميص خاشقجي؟ يعني قميص خاشقجي واحد من شغلات كثيرة يعني يدندن عليها اللي ما يبغون للمملكة خير، يعني مش خاشقجي، إذا انتهت خاشقجي ما راح ينتهون، يعني هو انتهى خاشقجي بإعلان الأحكام على المتورطين، لكن لن ينتهي يعني هذه العبثية في مواجهة المملكة. لماذا؟ لأن المملكة مسكت طريق معين، مسكت طريق معين للمستقبل، فبالتالي لن يتوقف عن عدائها من يريدون إيقاف يعني سيرها في هذا الطريق. تركيا على سبيل المثال يعني أحد يعني دندنت على مسألة خاشقجي رحمه الله يعني أشهر طويلة وإلى اليوم، وهي إلى حتى صدور لما صدر البيان يعني بدءا من أردوغان اللي قال بعد ثامن يوم
إن ما ندري وين جمال خاشقجي. هو كان يعرف من أول يوم، من أول ساعة ما حدث له. إذا إحنا نتذكر خطابه الشهير في البرلمان التركي في 8 أو 10 يوم من عملية مقتل خاشقجي، يقول إلى الآن لا ندري أين ما حل بجمال خاشقجي، مع أنه يعرف ما حل بجمال خاشقجي من خلال يعني التصنت والأجهزة التجسس التي زرعوها في السفارة السعودية من أول دقيقة. فبالتالي أنا أعتقد أنه يتوقف. وأيضا مسألة أخرى، يعني الأتراك وغير الأتراك، يعني وأعتقد أن هذه يعني ربما أنه يجب أن ننتبه لها بشكل أو بآخر، ربما نحن منتبهين ونعمل على هذه الطريقة. يعني يكلفون أشخاص معينين يتابعون هذه القضايا من خارج دائرتهم. يعني مثلا قضية جمال خاشقجي، هناك كلمارد مثلا الفرنسية التي تعمل في مفوضية حقوق الإنسان، هناك خديجة جنكيز أو مشارفة صديقة، يعني المفروض أنها انتهت هذه إذا كانت خطيبة أبو الفعل، يعني انتهى، المفروض أنها خرجت من المشهد من أول يوم، لكنهم يبقى لأنهم يريدون دائما طرف ثالث يعيد دائما بعث القضية من جديد. كلمارد شغالها على باستمرار في بعث القضية من جديد. أعتقد أنهم في هذه المسألة لن ينتهون، يعني وأعتقد أنه في كل مرة سيخرجون لنا بشغلة جديدة على المملكة، أرامكو وتأثيرها على المناخ العالمي، خاشقجي والسياسة الخارجية السعودية، الترفيه كل شيء. لكن الجميل أن احنا ماضين، ونعتقد أن يعني مثل هذه الشغلات هذه، وربما أن المملكة تعودت على هذه الشغلات هذه من سنوات طويلة، ترى يعني هالأصوات هذه دائما بالنسبة لنا وتنتهي باستمرار. يعني أنا من وجهة نظري أنه هالمسائل هذه انتهت من العالم. الصين مثلا على سبيل المثال يعني شددت على أن الأحكام القضائية الصادرة في السعودية أحكام يعني متوجة بالعدل، أحكام خاصة بالمملكة، أحكام داخلية، فلا يجب أن تسيس القضية بما صدر عن الخارجية الصينية. أمريكا كذلك من خلال المتحدث باسم البيت الأبيض أيضا تحدث عن يعني نتائج الأحكام بإيجابية. هناك الدول الغربية باستمرار، يعني انتهت مسألة يعني التأثير التركي على الدول الغربية، وأعتقد أنها في المستقبل ستنتهي أيضا من تركيا. عقل، أنت إيش رأيك يعني مع وجود في الأثناء التحقيقات ممثل لتركيا، إلا أنه يعني زي ما قال عبد الله وغير هذا محاولة، فيه هناك محاولات لاستثمار هذه الجناية لتشويه صورة المملكة. رحم الله جمال خاشقجي، لكن علينا يعني الملف الآن في القضاء، يعني ما عاد يعني الآن وجهات النظر وخلص، يعني صادرت أحكام وهذه الأحكام أيضا ابتدائية وستذهب إلى يعني الأحكام نهائية، ربما تنقض ربما تغير، يعني بالنقض يعني مش تغير كما في بعض الحالات، لا يعني الآن ستذهب إلى الاستئناف، وربما أيضا يجري استجوابات جديدة وتغييرات جديدة في مسألة السلك القضائي بحت. لكن أنا ما أعتقد يعني أيضا إلى أنه يجب أن ينشد الناس إلى يعني أنه يكون مصدر إرباك لنا ما يحدث حول هذا الملف. هذا ملف مثل أي ملف في العالم، يعني هذا الإيغور في الصين ملف حساس، بس الصين شغالة يعني ما يعني كل ما في بلد اليوم ما عنده ملف، ملفين وخمسة حتى الأوروبيين وهذا كلنا. لكن ما دام إنه هناك تسلسل قضائي ينتقلون من يعني المعاملة تنتقل من جهة إلى جهة، وكل فترة قضائية يعلن ماذا جرى تم هذا هو المهم الآن. مسألة إنه ليش الناس يعني يريدون الإضرار بالمملكة، أنا أعتقد إن المملكة عندها أصدقاء أكثر من أي مكان في العالم، كل مسلمين العالم ينظرون إلى المملكة،
نعم هناك ناس ينتقدون إيه؟ لا في دول تنتقد المملكة مثل ما احنا ايضا ننتقد دول يعني وكل يعني اعلامنا ومجالسنا والناس في قضايا كثيرة ننتقد فيها يعني فالآخرين ينتقدون لكن احنا وش نسوي إيه؟ انا اشوف اللي سوى هو الشيء اللي يعني يسير بشكل قانوني قضائي ما فينا نقول والله هذا زين ولا شيء لا القضاء يقول واللي عنده ملاحظات أو عند الشيء أيضا من حقه يبديها وإذا كان معادي فهذا الشكوى لله يعني ما فيك أنت تقول يعني أنا لا عندي مسارات وعندي هذه بلد اسمها المملكة العربية السعودية قارة فيها 30 مليون إنسان ما فيك أنت تقول هذه البلد ما في كل شيء فيها صح وتقول للناس لا إحنا ما عندنا شيء غلط لا مش صحيح كل البلدان كل بس إيش مدى من الأمور يعني ماشي ما في مسارها القضاء الصحيح القانوني يعني لندع الأشياء تأخذ مسارها الطبيعي ومن له اعتراض يتقدم إذا كان له حق يتقدم هو إذا له حق على المملكة أو له أو هو طرف في هذه القضية من بعيد أو قريب فليتقدم إلى الجهات القضائية سواء أراد في المملكة أو في غير المملكة طيب أبي أشوف سلطان كيف شايف أنت ردود الفعل الدولية يا سلطان يعني على نتائج التحقيق الأبرز أنا أعتقد الدول الرئيسية الكبرى كلها رحبت بما أعلنت النيابة عن القضاء عن الأحكام اللي صدرت اللي ردود الفعل السلبية كانت تأتي من غير جهات ذات صلة أو جهات لها مصلحة أصلا باستثمار هذه الواقعة خلينا نقول ليس الإضرار أو تشويه سمعة المملكة الحقيقة جهات يهمها أن يسقط النظام في المملكة وهذا كان هدف واضح ومعلن يعني ما موصل معلن من قبل مين؟ من قبل هذه الجهات التي الآن تعادي المملكة يعني خلنا نقول لك بوضوح عندك مثلث قطر تركيا والإخوان المسلمين بما يمثلونه في قواهم المختلفة إسقاط النظام السعودي إسقاط الدولة السعودية الوصول والسيطرة على الأماكن المقدسة هدف لهم وإيران الضلع الرابع في يعني على المستوى الدولي يعني يلفت نظري احيانا تعليقات في صحيفه زي الواشنطن بوست مثلا يعني بشكل غريب يرون انه لماذا تم تبرئه الثلاثه الرئيسيين اللي في القضيه اللي هم المسؤولين الكبار القنصل محمد العتيبي واللواء احمد عسيري والمستشار سعود القحطاني كيف يتم تبرئتهم وهم يعني يعتقدون ان عندهم من الدلائل او الاحكام المسبقه انه هذول لازم يجرمون وستجد ايضا يعني سواء بشكل مباشر او غير مباشر من يريد تجريم سمو ولي العهد نعم باي حق تريد تجريمه ما تدري انا اعتقد المملكه عندما الواشنطن بوست بالمناسبه الان فيه ضجه حولها رفعها محامي محامي امريكي كان يقول انكم في قضيه خاشقجي تحديدا انكم وافقتوا على نشر مقالاته التي كانت تكتب من مؤسسات تابعه لقطر يعني اجنده قطريه وانكم كنتم تنشرون هذه الاجنده القطريه لمهاجمة السعودية والسبب طبعا الواضح المعروف بسبب موقف الواشنطن بوست هو موقف الصحافة الأمريكية المعادية للإدارة الحالية لإدارة الرئيس ترامب وهناك موقف شخصي أيضا عند جيف بيزوس مالك الواشنطن بوست المؤسس ومالك شركة أمازون تجاه ترامب بينهم خلاف شخصي واضح فمهاجمة المملكة يأتي من هذا الإطار لكن بشكل المحامي هذا يعني يقال انه ايضا تحدى الواشنطن بوست وتحداها انه انا عندي الشواهد وانه عليكم انكم اذا تبون قاضوني انه عنده الشواهد على انهم ينفذون اجنده قطريه نعم وانه يتحداهم ان يقاضونه نعم رئيس المسؤوله في الواشنطن بوست
كانت ترد عليه وبعدين تراجعت، قالت له هددت بالقضاء بلجوء القضاء، قال انا مستعد يلا اطلعوا للقضاء انا مستعد للاثبات انكم فعلا كنتم تفعلون، وذكر اسماء منهم الاسماء اللي حرروا المقالات، ذكر اسماء من مسؤولين ومسؤوله محدده في مؤسسه قطر، قطر فاونديشن اللي كانت هي الوسيط لنشر مقالات المرحوم جمال خاشقجي. هل هذا يتم يا سلطان او كان يتم بمقابل مالي؟ يعني دور قطر في تأييد او توجيه الدفة تجاه المملكة في الواشنطن بوست، ما اعتقد انها تجرؤ انها تاخذ مقابل مالي مباشرة، ايه لانه هذه قد تسقط الصحيفة بشكل كامل، لكنها لانها تتوافق مع اهدافها السياسية الداخلية او الدولية فانها تتبنى مثل القضايا، هذا السبب. تفضل. في مسألة اخرى ايضا، يعني مقتل السفير الروسي في تركيا في اسطنبول اعلن عن نتائج تحقيق بعد سنتين، قضية خاشقجي يعلن عنها بعد 14 شهر من الان، هم بعد تستني. وفي مسألة اخرى مهمة، ان الجاني قتل، يعني احنا ما نقتل الجناه مباشره عشان تنتهي الادله تماما مثل ما يحدث في تركيا، يعني الجاني الذي قتل السفير الروسي قتل في مسرح الحادثه ثم بعد سنتين خرجوا بتحقيقات معينه والصقوها بجولين الموجود في امريكا الان بعد بعد سنتين، وثم يخرج علينا يعني مسؤول حزب العدالة والتنمية يقول لا ترضينا مثل هذه ال والواشنطن بوست تقول إنه يعني أنتم بس تعدمون الناس، يعني جبتوا ناس وتعدمونهم عشان تخفوا الجريمة. طيب هل الناس اللي صدرت عليهم أحكام أولا مثل ما أكد أقول أحكام ابتدائية، وثانيا ممثل الدول العظمى الخمس دول العظمى وتركيا كانوا موجودين في المحاكمة، والمملكة لم تكن ملزمة أساسا قانونيا بأن هؤلاء تدعوهم للمحاكمات، لأن هذه قضية محلية صحيح، يعني قضية محاكمة علنية يطلع عليها مواطنين سعوديين يطلع عليها أهل القتيل، لكنها لم تكن ملزمة بأنها تدعو، مع ذلك دعتهم حتى تبين للرأي العام العالمي أنه هذه إجراءاتنا وهذه محاكماتنا بهذه الصيغة. فاصل ثم نعود إليكم.